انا عايز اسمع حضراتكم رساله جاتني من صديق قديم، والصديق القديم ده الحقيقه هو راجل يعني دارس حقوق، وبعدين بعد كده يعني اشتغل، هو محاسب قانوني تقريبا، او يعني انا اعرفه تليفونيا من زمان، وبيشتغل جزار من حوالي 40 سنه. الراجل بيحذر من حاجه، انا بحط هذه الرساله قدام الحكومه. ليه؟ لانه الحكومه لا تدخر جهدا في محاصره زياده الاسعار. ده حقيقه؟ اه حقيقه. طيب في افكار تتقال، طب خلينا نسمع هذه الرساله من يعني الصديق العزيز الاستاذ اشرف حامد. اقول لك هو جزار من 40 سنه، والراجل مش اي كلام، يعني عنده دراسه وعنده خبره في السوق، بيقول ايه وبيحذر من ايه. سمعونا رساله، وابعت رساله صوتيه انا هعرضها لحضراتكم. دكتور محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بفكرك بنفسي، انا اشرف. كنت اتكلمت معاك زمان في موضوع اللحمه. انا مش استاذ محمد، انا مش عايز شهره ولا عايز حاجه، الحمد لله. خش على جوجل هتلاقيني في كل حته معاك، فاهم ازاي، واليوتيوب. بس انا دلوقتي في حاجه خطيره يا استاذ محمد لازم تسمعني فيها وما تردش عليا. انا مش محتاج اجابه، بس انا عارف انك هتحركها من ناحيه تانية، او هتحطها في الحسبان، او في يوم من الايام هيبقى ليها ملف. اللحم دلوقتي لحم كل يوم بسعر. النهارده اللي كانوا بيغشوا الزبون وبيسرقوا الزبون بقوا مجبرين يبيعوا اللحمه ب 150 وب 160. اللحم النهارده في المحلات الطبيعيه تبدا من 170 80، والكلام ده ما كانش حصل زمان. النهارده يا ريت غلى وبس يا استاذ محمد، يا دكتور محمد، يا ريت غلى وبس. ده الصنف نفسه او الشحيه نفسها بتاعته مش موجوده، بندور عليه، وكل لما نلاقيه نشتريه غالي، وكل لما نلاقيه نقبل ونشتريه غالي. فالنهارده بنبيع اللحم ب 170 جنيه عشان يجيب همه، مش لازم نكسب فيه. الطبيعي دلوقتي ان هو ماشي ب 180، والكلام ده حضرتك هتسال زملاء، هتسال جيران، هتسال احباء، هتسال حد من العيله، حضرتك عارف وبتجيبها، زائد انها مش موجوده. طب ايه اللي مطلوب بعد اذنك؟ ما ينفعش المعالجه دلوقتي غير في حاله واحده بس، المحلات تتقفل زي زمان بقرار جمهوري او وزاري زي السادات 79 80 لما قفل المحلات شهر. بعد اذنك القرار الثاني اللي يطلع، فاهم ازاي، ان المحلات تشتغل 4 ايام بس في الاسبوع وثلاث ايام يتقفل. زي ايه بالظبط يا دكتور محمد؟ زمان كان اللحم بيتذبح ينزل المحلات يوم الاربع، وممنوع البيع الاربع، والبيع الخميس والجمعه والسبت، حد قفل اجباري، حد واثنين وثلاث. ممنوع الجزار لو ناسي حاجه في المحل عنده يرفع الباب، تبقى مخالفه بالنسبه له. دي كانت بتحافظ على الثروه الحيوانيه. في بدائل كتير يا دكتور محمد، في بدائل كتير قوي قوي قوي، بس على اول السنه هتبقى ب 200 جنيه مقفوله. لاحظ ان في صيام مسيحي 7 يناير، وفي صيام مسيحي وافطار شم النسيم، وفي رمضان، وفي عيد كبير. احنا مأمننا مواسم كتير قوي فيها سحب كتير. السحب دوت مع الغلا ده هيترفع ارتفاع غالي. اسألوا اهل الذكر بعد اذنك، انا راجل محاسب وراجل لفيت العالم، وفي نفس الوقت مهنتي من 40 سنة، جمع العلم مع الخبرة مع التجارة، لازم اطلع بمعلومة انا ادرى بيها، مش بزكي نفسي عن حد. فبعد اذنك عايزين نشوف قرار، نشوف حل، بس مش هنقول بقى يعني المشروع اللي بتله ما عملش حاجه. ليه ما نفرقش الاختام ما بين المستورد الحي اللي بيجي هنا مصر ويتذبح، وليه والختم بتاعنا الاحمر الطبيعي بتاع اللحم البلدي؟ لان المستورد بيتختم احمر، فكان الطبيعي ان ده يتختم ازرق وده يتختم احمر. تخيل حضرتك ان وجود المستورد ده رحمه للبلدي، لان لو مش موجود كان اللحم وصل من زمان بقى 200 جنيه. بس انا كان اعتراضي ان ده يتختم ازرق وده يتختم احمر. بعد اذنك عايزين نفتح زي زمان ونقفل زي زمان، ولازم المحلات تقفل، لان هيطلع انتاج حلواني. انت عندك استهلاك اكتر من 10,000 عجل في اليوم على جميع على 27. ليه عرضت هذه الرساله؟ لانه الناس في بتفكر، يعني هو راجل بقاله 40 سنه بيشتغل جزار، وشايف السوق عامل ازاي، وبيقول انه في توقع ليه انه اسعار اللحوم تزيد توصل 200 جنيه، وفي مناطق واصله فيها ال 190 جنيه دلوقتي. هنا بيناقش الافكار، يعني انه لما بيبقى في سحب بتكلم على في ال 27 محافظه في 10,000 عجل في اليوم بيتذبحوا، في استهلاك. هو بيقول في صيام المسيحيين، وبعدين الفطار، وبعدين داخل رمضان والعيد، وبعد في سحب على اللحوم، عشان ما نلاقيش نفسنا رايحين لمشكله
وبعدين نبدأ نطالب الحكومة في بمواجهتها. هو الراجل عنده اقتراحات، معرفش مدى وجاهة هذه الاقتراحات. لو بيتكلم عن قفل محلات الجزارة مثلا 3 أيام في الأسبوع عشان السحب يقل، بس هو المشكلة يا عم أشرف إنك لما تقفل 3 أيام فالناس هتتزاحم في الـ4 أيام وياخدوا اللي هم عايزين. أيا كان، أنا بطرح هذه الرسالة أو بضع هذه الرسالة يعني أمام الحكومة، إنه في ناس أحيانا بتبقى في السوق ومبكرا بيتكلموا وبيتوقعوا، فاحنا مش عاوزين نوصل الى هذه المرحله، لانه الناس فعليا لما بترتفع الاسعار بتبقى الوضع صعب جدا، والناس متحمله كثيرا بسبب البرنامج الاصلاح الاقتصادي، وتحملت ده عشان خاطر البلد. فلما يبقى في اي اجراء يخفف عن الناس احنا كلنا معاه، وانا اثق تماما ان الحكومه معاه وكل المسؤولين في مصر معاه.